اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بكابتن شريف علي، نجم نجوم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي، وزي ما بيقولوا يعني نجم الزمن الجميل. اهلا بك يا كابتن شريف. اهلا بك كابتن هيثم، وبشكرك على الاستضافه الجميله. قناه الاهلي قناه النادي بتاعنا اللي بنحبه وبنقدره، وبشكر كل جماهيرنا وحبايبنا في القناه. منور طبعا، ويمكن اللقاء تاخر شويه، بس انت طبعا كابتن النادي وتشرف القناه في اي وقت. حبيبي ده شرف ليا، ومبسوط جدا جدا ان انا معاك. طبعا انت يعني خلي بالك انت عشره قديمه طبعاً. من ايام المنتخبات، وكنا طبعاً. على طول الحمد لله يعني قضينا مع بعض اوقات جميله وبطولات كانت مهمه جدا جدا، والحمد لله يعني عملنا بيها ليها اسم لينا وللمنتخب، وكانت ايام على فكره ما تتنسيش. يعني انت طبعاً. كنت ساعتها نادي الزمالك وانا في نادي الاهلي، وكنا متجانسين جدا جدا وبنحب البعض الخير، وكنا على طول بنقعد مع بعض في الاوضه لو يعني تفتكر. كان يعني كان دايما في يعني في علاقه يعني مميزه بيني وبينك يا شريف، حتى كان في الـ في الـ في الـ حتى في الـ في المنتخبات كنا نفس المركز ونقعد مع بعض في نفس الاوضه، فدي كانت بتبقى صعبه شويه. والله انت جميل يا هيثم، انت طول عمرك بجد يعني انت من بيت جميل قوي، واخلاقك والحمد لله ده كان باين عليك قوي، ولعيب حماسي ولعيب بتحبش تخسر، وانا كنت عامل زيك كده. احنا من اللعيبه اللي ما بتحبش تخسر، والحمد لله دي كانت ايام جميله. حبيبي يا كابتن شريف، انت رجعتني ليها في الاستوديو دلوقتي، حرام عليك، خليتني اشتقت يعني كلنا اتشدينا يعني، ربنا يبارك لك. حتى انت خليت كابتن اسلام وكابتن ايمن الناس جت تتفرج على الباسكت. طبعا انت جميل يا كابتن، منورنا. وخلينا احنا عملنا تقرير تمام. عشان طبعا الناس يعني اللي ما حضرتش كابتن شريف علي وهو بيلعب تعرف مين كابتن شريف علي. نشوف التقرير ده اعزائي المشاهدين وارجع لحضراتكم تاني. هو واحد من أساطير كرة السلة الأهلوية والمصرية، لقب بالعديد من الألقاب منها أبو تريكة كرة السلة والبرنس، وكان أحد أعمدة الفريق الذي نجح في كتابة تاريخ البطولات داخل القلعة الحمراء. هو شريف علي، المولود في 5 أبريل عام 1973. بدأ حياته مع معشوقته كرة السلة في مركز شباب العباسية، وقدم مستوى مميز واستطاع قيادة فريقه للفوز على الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك والجزيرة، وهو ما دفع مسؤولي القلعة الحمراء للتعاقد معه في ظل وجود عدد كبير من العروض المقدمة له من باقي الأندية. ولكن كانت رغبته الأولى الانتقال لصفوف الشياطين الحمر، وعقب انتقاله للنادي الأهلي تم تصعيده للفريق الأول بالرغم من صغر سنه، حيث كان يبلغ 17 عاما، لكنه اكتسب العديد من الخبرات في جيل كبير رفقة هاني عبد المنعم، أحمد إسماعيل، سيد صابر، عبد الهادي الجزار، قبل أن يكتب التاريخ مع الجيل المميز الذي فتح الباب أمام حصد البطولات المحلية والقارية، وهو الجيل الذي ضم أسماء رنانة، ويأتي على رأسهم طارق خيري، علاء زهران، إسلام علي، ياسر أبو الفتوح، خالد مصطفى، وطارق الغنام، وعدد كبير من الأسماء الرائعة التي هيمنت مع النسر الأهلاوي على البطولات. استمر علي مع الفريق الأول لفترة طويلة تخطت 18 عاما، كانت آخر 6 سنوات منهم كقائد للفريق قبل أن يقرر الاعتزال في موسم 2010-2011، ليتجه إلى العمل الإداري داخل الفريق في منصب المدير الإداري لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، واستطاع مع زميله السابق والمدير الفني حينها طارق خيري الفوز ب7 بطولات في 3 مواسم، وهو رقم مميز. ثم جاءت رياح التغيير لتدفع به في لجنة انتقاء المواهب حالية، وهو المنصب الذي يعتز به شريف علي، حيث يشعر أنه يقدم خدمة مميزة لناديه وللمنتخبات الوطنية في اكتشاف وتطوير المواهب الصاعدة. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شريف، تاريخ كبير، يعني انت يمكن من الجيل او من اللعيبه القليلين اللي حققوا مكسب وهو لاعب، ولما اتنقلت للجهاز الاداري برضه حققت بطولات. كلمني عن بدايتك، لان ناس كتير ما تعرفش بدايتك. انت يمكن اتنقلت النادي الاهلي،
كلمني على بدايتك يا كابتن. طبعا احنا يعني انا ابتديت باسكت كبير مش صغير يعني بدايتي كانت في مركز شباب العباسيه باختصار كده عشان ما نطولش. لا بالعكس انا عايز اسمع. ابتديت في مركز شباب العباسيه، انا كنت في المدرسه وعارف انت الكشافه اللي بيخش قوم وقفوا فوقفنا انت تعالى لنا المركز حاضر رحت ما اعرفش ولا حتى خلي بالك يعني برضو عيلتي ما فيهاش حته الرياضه دي لا المذاكره واهتم بيها فموضوع الرياضه ما كانش فيه ما كانش فيه اهتمام يعني. فروحت مركز الشباب العباسيه وفعلا تم اختياري، كان ساعتها موجود رحمه الله عليه كابتن حسن كحله يعني مطلع اجيال ومدرب ليه اسمه وتاريخ يعني. انا عايز اقول لك ان احنا في السنه دي اتجمعنا كده من المدارس وعملنا فريق، واول ما اشتركنا احنا طلعنا من الادوار الاولانيه في بطوله المنطقه. تاني سنه احنا خدنا بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه تاني سنه على طول. كان معاك عماد الطناني، كان معانا في الهامي على الهامي وعماد الطناني واحمد عادل وتامر ومحمد عيسى، كانت مجموعه على فكره يعني ما شاء الله. حصل طفره كبيره قوي قوي في وقت صغير قوي، ابتدينا ننافس الفرق الكبيره وناخد منهم بطولات زي القاهره والجمهوريه. كابتن عادل شرف الله يرحمه شافكم. كابتن عادل شرف كان عينه علينا من بدري. ابتدينا بقى في سن 17 سنة الزمالك بيكلمنا، الجزيرة بيكلمنا، الأهلي طبعا أنا راجل أهلاوي وعيلتي كلها أهلاوية، فما صدقت أن كابتن عادل شرف يعني جه كلمني. طبعا كان على طول مفيش تفكير يعني، رحت رايح النادي الأهلي واشتراني من مركز شباب العباسية وكملت، رحت على 17 سنة هناك والحمد لله رحت صعدني للفريق الدرجة الأولى. لعبت على طول صح؟ لعبت معهم على طول في الدرجة الأولى وابتدت بقى هنا بقى المسير الحمد لله. أنا 18 سنة درجة أولى يعني من اللعيبة اللي ممكن يبقى مولك. الأرقام دي قليلة شوية صح، كان زمان اللي بيبطل 30 سنة 29 بالزبط. أنا بطلت 38 سنة. سنة بطلوني بدري هيس. والله طب عايز أقول لك أنت بطلت وكنت في حالة تقدر تلعب يعني بصراحه يعني. والله احنا بص احنا عشان احنا ملتزمين يعني. انا اصل انت يعني شبهي قوي في الموضوع ده، بننام بدري ملتزمين بنحب موضوع الرياضه. الكلام ده اللي خلى عمرنا طويل شويه في الملاعب يعني. صحيح يعني صحيح. انا وانت كنا بننام بدري اكتر ناس في المنتخبات والكلام ده، كنا الساعه 9 بتلاقينا زي الفريق بعد التمرين بنخش على السرير بننام يعني مهتمين بالموضوع. وكان عندنا هدف ان احنا نبقى كويسين وما بنحبش دايما كده عارف انت ايه، ما بحبش حد يقعدني على على البنج يعني. صحيح. طب كابتن ولما اتنقلت كمدير اداري الفريق، يمكن كنت طبعا اشتغلت مع رفيقي الدرب كابتن طارق خيري طبعا نجم نجوم النادي الاهلي، وكابتن اسلام علي نجم نجوم وجيل واحد، لعبتوا كلكم مع بعض يمكن اكبركم شويه كابتن طارق خيري 69 بالظبط مش اكبر منك كتير باربع سنين يعني. التوليفه دي كانت ازاي؟ وكلمني على البطولات اللي انت خدتوها في الفتره دي. والله احنا الحمد لله طبعا الجيل بتاعنا اللي هو انا وطارق وعلاء زهران وعمرو الصابر وياسر ابو الفتوح جيل حقق بطولات يعني. صحيح. انا كنت طالع درجه اولى في الوقت ده، كنا واخدين دوري واحد واثنين كاس. الحمد لله احنا عملنا مثلا بتاع 11 كاس وعملنا 4 دوري عام وثلاثة مرتبط 3 افريقيا. ده الجيل بتاعنا اللي لعب يعني الحمد لله. بعد ما خلصت يعني طبعا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي في ثقته فيا ان خلاني مدير جهاز اداري في النادي الاهلي، وطبعا اشتغلت مع كابتن اشرف توفيق واشتغلت مع كابتن سيد مصطفى. جه بقى كابتن طارق خيري مدير فني، فطبعا عمل التوليفه اللي انت بتقول عليها دي. يعني عارف انت بقى ايه اللي هم الصوره هي ايوه بالظبط دي كانت بطوله افريقيا ودي البطوله الاغلى، دي اغلى يعني اغلى بطوله فعلا دخلت النادي الاهلي، هي بطوله ابطال الدوري وهي ما دخلتش النادي قبل كده. بطوله مهمه جدا جدا وحضرتك طبعا انت شفتها وشفت الجماهير والحضور الجماهيري بالظبط ديسمبر 2016 كانت حاجه جميله جميله وبطوله مهمه وكانت يعني عامله شو اعلامي للباسكت حاجه جميله ملعبنا كمان. الحمد لله طارق جمعنا انا وطارق هو انا كنت موجود هو جه وجاب اسلام والتوليفه بقى عارف انت لما بتكون مثلا ايه صحاب وحبايب والدماغ واحده وما بتكسفش ان انا اتكلم في حاجه فنيه مع طارق. اسلام نفس الكلام، لا احنا عايزين نعمل كذا عايزين نعمل الصورة كذا. الصوره دي كانت في بيروت يا كابتن صح؟ معنا وانت وكان جنبنا كريم شمسيه كانت في بيروت. دي في بطوله لو تفتكر يا كابتن هيثم كانت بطوله عربيه اللي لعبنا، لا مش كانت بطوله عربيه، دي كانت بطوله وديه صيدا، دي كانت بطوله صيدا بس اتلعبت في بيروت مش بالظبط كده. ودي من الصور طبعا المحببه ليا يعني. انا وانت لا فكرتني بايام انا اول مره اشوف. بس يا كابتن يعني بطوله افريقيا دي تظل هي الاغلى على قلبك حتى وانت لاعب، يمكن يعني انت خدتها ابطال كؤوس خدتها ابطال كؤوس، لكن الدوري دي اول مره تخش النادي الاهلي. والحمد لله احنا في الوقت ده مع طارق خيري يعني ما شاء الله في 3 سنين طارق خيري كان موجود مدير فني. ايوه جميل يعني من اليمين ابراهيم كده. ابو خضره، هيثم السعيد، شريف، كريم شمسيه، ابراهيم الجمال. طبعا هم شوف اشكالهم صغيره شويه كانوا بيبي فيس يعني كبرنا شويه كبرنا بقى كده من الصور الجميله جدا جدا. وهيثم يعني الشرف لينا ان انت بتبقى يعني موجود معانا. انضمامك للاهلي فرق معانا جدا جدا وعملت طفره معانا
بصراحة احسن قرار خدته باخلاقك وبمستواك الفني، حاجه كانت تشرفنا يعني. ربنا يخليك يا كابتن شريف، وانا لعبت جنبك يعني سنتين ثلاثه حتى بعد انتقالي، كانوا من افضل السنوات اللي لعبتها، وكنت انت اكبر الداعمين ليا بالرغم ان احنا في مركز واحد، بس الحقيقه عمري ما هنسى ان انت كنت من اكبر الداعمين ومن اكتر الناس اللي وقفت جنبي في انتقالي للنادي الاهلي. طب يا كابتن خلينا نتكلم بقى عن طموحاتك. يعني انت ما شاء الله عندك اولادك بيلعبوا كره سله ما شاء الله يعني، وكويسين جدا. الصوره الثانيه اهي حضرتك دي بطوله افريقيا، بطوله افريقيا والاحتفال والجماهير كانت عامله شكل جامد. معلش انا بحب دايما اقف عندها، واسلام علي على الشمال. انت كنت بصيت فين يا كابتن؟ للجماهير يعني كانت طبعا الجماهير عماله بتنده لنا، فروحنا. بس اسلام بصص فوق عالي قوي، مش عارف اسلام بصص، هو اسلام هنا بيدعي تقريبا يعني يعني مش بيدعي، مش بصص هنا بيدعي. لا من الصور ومن البطولات الجميله اللي لا فرحتونا بيها، يعني اسعدت جماهير النادي الاهلي. وانتوا ساعتها خلصتوا البطوله وجيتوا لي بالكاس على الاستوديو، ولا جينا على الاستوديو احتفلنا بيه معاك فعلا. انا فاكر كانت جميله، انا عمري ما هنساها. ودي كانت على البطوله دي شهدت مولدي كاعلامي، وانا كنت سعيد قوي ان انا غطيتها اول بطوله غطيها نكسبها، فليها برضو ذكرى على انا فاكر. انت حضرتك جبت لنا تورته وخدناها معانا واحنا ماشيين كده. كابتن فاكر يا كابتن، انا عايز بقى التورته دي والنبي عشان ربنا يديك الصحه يا كابتن. طيب خلينا نتكلم عن طموحاتك. يعني انت طبعا اولادك بيلعبوا ما شاء الله، عادل وكريم، تمام، اكيد امتداد ليك، وان شاء الله يبقوا احسن لعيبه في مصر. انت طموحاتك على مستوى ولادك ومستوى المهني كمان عايز تحقق ايه؟ والله انا يعني الحمد لله انا عندي عادل وصل لغايه 20 سنه وهو قرر ان هو يبطل وبيركز شويه في موضوع التعليم بتاعه. عندي كريم فرقه 14 سنه، طبعا يعني هو مع نجم كلنا هننتظره. مين؟ هيثم عبد الله السعيد. عبد الله هيثم السعيد، لا ده عبد الله هيثم السعيد يعني ما شاء الله، يعني ابنك من الناس المميزه جدا جدا، ومن الناس اللي احنا كلجنه مواهب حاطين عينينا عليه ومهتمين بيه، لان هو فعلا لعيب ليه مستقبل حلو قوي. هو يعني ربنا يبارك لك فيه ما شاء الله، ما شاء الله حاجه جميله يعني. واخد وهيطلع احسن من بابا على فكره، هو هيطلع احسن منك عشان بس تبقى عارف. النادي الاهلي هو ده اللي احنا عايزينه، هو لعيب كبير، واحنا كلجنه مواهب مهتمين بيه جدا ومهتمين بالجيل ده. يعني جيل 2008 في النادي الاهلي في لعيبه كويسه قوي، عامل زي الجيل اللي طلع منه عمرو علاء زهران وحسام بودي. الجيل ده كان 2001 صحيح. واحنا اهتمينا جدا جدا بيه، وطلع منه 3 4 لعيبه درجه اولى. هو ده الهدف صحيح. الهدف ان انت تشتغل مع الناشئين، لو طلع لي 2 او 3 لعيبه للدرجه الاولى ده انا كده كسبان صحيح. وخلي بالك برده انتوا في لجنه التقييم، يعني انتوا في لجنه انتقال المواهب، ودي لجنة دورها كبير جدا، ودي أول فكرة من أفكار النادي الأهلي، يعني أول نادي يبتكر هذه الفكرة. وانتوا الحقيقة قاعدين في الملعب طول الوقت، وقاعدين بتبصوا على اللعيبة، وده لأ بيطلع ده ما يطلعش، حتى في الاختبارات منتهى الحيادية ومنتهى الأمانة في الاختبارات الولايات. فطبعا اكيد اضافه في المكان ده كده. والله الفكره دي طبعا كانت فكره كابتن محمود الخطيب، طبعا بنشكره ان هو يعني عمل اللجنه دي. انا عايز اقول لك اللجنه دي انا بفتخر ان انا موجود في وسطها، فيها قامات يا كابتن هيثم، فيها كابتن محمد سليمان السلاوي، فيها كابتن طاهر رجب ده من الباسكت، في الفولي فيها كابتن محمود فرج، كابتن ممدوح اسماعيل، كابتن نور عطيه، الهاندبول كابتن الدكتور فوزي فضالي، واللواء ابراهيم السيد. انا مش عايز اقول لك قامات افكار انا فعلا بقعد استفيد. يعني انا يمكن انا العنصر الشباب اللي موجود فيهم، بس حاجه جميله انا باخد بقى افكار، وكلنا كل واحد عنده فكره بيقولها، سواء بقى بندعم فيها الناشئين او المواهب، او ان احنا بنشوف مواهب بره وبنبتدي نجيبها للنادي، وده اساس شغلنا، بحيث ان انا اشتغل مع الولد ده من وان هو صغير، ما اجيبوش وهو كبير. استثمار بالظبط. ودي كانت فكره كابتن محمود صحيح. وكابتن رؤوف عبد القادر هو رئيس اللجنه صحيح. طب وده حصل فعلا، وخلي بالك انت دلوقتي شايفين في الفريق الاول كرة السلة كل تدعيمات، يعني عمرو زهران ما طلعش فجأة، عندك عبد الله ناصر ما طلعش فجأة بالزبط. ومفيش صفقة بتحصل الا ما بتمر عليكم، فكل بالزبط. الصفقات اللي جت من بره انتوا يا بتوافقوا يا ما بتوافقوش. دي حقيقة فعلا. كابتن رؤوف عبد القادر بيجيب لنا الجواب، وبنبتدي نقيم اللعيب سواء اجنبي سواء لعيب من بره، وبنكتب تقرير بنقدمه لكابتن رؤوف، وعلى اساسه طبعا بيكمل التقييم وبيقدمه لمجلس الإدارة. هايل. طب كابتن خلينا نروح بقى، يعني انا لو قعدت اتكلم في تاريخ يا كابتن انا عايز حلقتين ثلاثة معاك بقى. انا تاريخ كبير واخلاق وادب وذوق وكل حاجة كابتن شريف علي حبيبي، يعني نقول حدث ولا حرج، وفعلا نموذج للاخلاق قبل الفن كمان، يعني فعلا اخلاق عاليه جدا. كره السله، فريق كره السله الان اكيد انت راجل محب للنادي الاهلي، سواء كنت في الجهاز بره الجهاز، فطبعا انت بتحب طبعا النادي الاهلي يبقى في احسن صوره طبعا. يمكن من بعد الفتره اللي انت كنت فيها يمكن حصل دروب شويه، وبعد كده الفرقه بدات السنه دي يعني يبان لها شكل طبعا، والجهاز الفني كابتن اشرف توفيق بذل اللي عليه وادى اللي عليه طبعا، وليه كل التقدير طبعا. طبعا شايف الفرقه السنه دي شكلها ايه؟ والله بص طبعا هو الفرقه السنه دي شكلها مختلف شويه،
اوجستي لما جه عامل حاجه جميله جدا، وانا كنت نفسي كابتن اشرف في او هو مع مش عارف يعني، هي التوليفه اللي جت في وجود كابتن اشرف لعيبه كبيره كلها. نعم. فان انت تدخل في وسطهم ولاد صغيرين ممكن دي تبقى كانت المشكله. نعم. لكن حاليا اوجستي عامل حاجه كويسه قوي، مدخل 3 4 لعيبه في فرقه الدرجه الاولى، وبعدين بيديهم ثقه. انا لو حضرتك تشوف الماتش اللي كان بيتلعب النهارده على بيروت، عمرو علاء زهران الولد بيغلط مره واثنين وثلاثه وسايبه في الملعب، دي على فكره تدي ثقه للعيب، تعرف ان المدرب ده خد ثقه ومش بقى ان انا مع اول غلطه فرصة حقيقية. فرصه حقيقيه في ماتش مهم وفي بطوله مهمه يعني. دي حاجه تحسب له، ان هو طبعا مدعم بعمرو وبعبد الله ناصر اثنين من الناشئين، وكان اعتقد انه يعني طبعا هو الراي الفني والاخير ليه، بس انا كنت نفسي كان يشرك معاهم مؤمن طارق خير. مؤمن هايل، اللعيب واخد القاب هداف افريقيا واحسن لاعب في افريقيا، هداف 3 بوند، لعيب بيشتغل على نفسه كويس قوي، برضه من الناشئين اللي كنت نفسي اشوفهم في البطوله دي. ومحمود وليد كمان هايل، محمود وليد لا هو مجموعه كبيره وهو بيشركهم معاه في التدريبات. صحيح. واعتقد ان الولاد دي هتفرق قوي المرحله اللي جايه ان شاء الله. صحيح. خلينا نطلع فاصل يا كابتن عشان عايز نتكلم بقى ارقام، يعني نخش بقى ايه في الارقام والتفاصيل اللي جمهور النادي الاهلي متشوق يسمعها منك. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع بس خليكم معانا، بعد الفاصل هنتكلم على ارقام واحصاءات محدش ان شاء الله هيبسطها ويقولها لحضراتكم زينا، انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما عودناكم في برنامج الابطال احنا بنتكلم على الفنيات، احنا دايما بنحب نتكلم بالفنيات اللي مش هتلاقوها يمكن في مع حد تاني لانه او في برنامج اخر، لانه احنا بنركز على الفنيات اكتر وفي اي مكان. طيب كابتن شريف هنتكلم عن اهم الاحصائيات للاعبي النادي الاهلي، بس هنتكلم يا جماعه عن الثلاث ماتشات الاولانيين. طبعا ما قدرناش نضيف الماتش الرابع النهارده عشان خلصان من دقايق، لان مش هنقدر نضيفه في الاحصائيات، ولكن هنجيب لكم الثلاث ماتشات اتلعبوا في المجموعه اهم الاحصائيات، وتقدروا من خلاله تشوفوا النهارده مين اللي كان مساعدنا اكتر. اتفضل يا كابتن شريف. هو احنا طبعا في الادوار الاولانيه الاهلي لعب 3 ماتشات، وكان الماتش النهارده الرابع بتاع بيروت. الماتش الاولاني كان الاهلي والفتح السعودي، والاهلي كسب 82-77. ده اخر ماتش، اخر ماتش، ده اخر ماتش يعني. انا مش جايبهم بالترتيب. والماتش اللي بعديه الاهلي وشعب حضرموت اليمني، والاهلي كسب فيه بسكور كبير قوي 124-69، واللي بعديه الاهلي وداد بوفليكت 68-49. المميز في الثلاث ماتشات دول لما عملنا كده احصائيه كده، لقينا ان المميز في الثلاث ماتشات دول كان ايهاب امين، عمرو الجندي، عمرو علاء زهران، عمر طارق، مايكل تومسون. الخمس لعيبه دول احنا لما عملنا سكاوتنج ليهم اعلى سكور، اقل وقت في واخدينه، ده من يعني باختصار جدا في السكاوتنج بتاع اللعيبه في اشتراكهم في المباريات. تمام. يعني مثلا كابتن احنا هداف الفريق في الثلاث ماتشات كان مين؟ لا في الثلاث ماتشات ده كان ايهاب امين، يعني ايهاب امين حاطط 40 بونت. نيجي مثلا لاحسن مساعدات اسيست تومسون ده بكام يا كابتن؟ على فكره هو في الثلاث ماتشات اللي قبليهم برضه يا كابتن هيثم هو واخد اعلى اسيست. على اسيست يعني، حتى لما تيجي تشوف بالماتش الرابع النهارده هو احسن مساعد اسيست. جاب كام واحده في ثلاث ماتشات يا كابتن؟ كام واحده؟ 17. وخلي بالك برضو ده النهارده اللي كسبنا الماتش، هو حط القضيه النهارده يعني، هو اللي حط هو طول الجيم كويس. طول الجيم ما شاء الله، حتى في الكوارتر الرابع حط له 3 3 بوينت، وفرقوا جدا ان احنا نطلع 4 بونت، وده اللي كان مصعب المواضيع شويه كمان على بيروت. الفريق بيروت. طب يا كابتن نخش الاحصائيه اللي بعد كده، نيجي مثلا اعلى ريباوند. اعلى ريباوند اللي هو الاستحواذ على الكوره. استحواذ على الكوره. ده هو بينط ياخد الكوره من فوق. ده فكوادي، ده كان اعلى ريباوند لما عملنا احصائيات للثلاث ماتشات، هو اعلى ريباوند. كم ريباوند؟ كام ريباوند؟ 17 برضه يا كابتن هيثم. تمام. انا اسف، 24 ريباوند. تمام. 24، معلش انا عندي الارقام اللي اتلخبطت مع بعض. 24 ريباوند. تمام. فده رقم كبير قوي. بالظبط يعني، هو ما شاء الله على فكره، ودي يعني احنا كان حصل لنا دروب في الماتش النهارده بسبب الريباوند. لو حضرتك خدت بالك في اربع هجمات بيروت يشوط ويلم الكوره ويتاخد سكند شوت، فده بيفرق جدا، فكان مساعدنا ان هو يلم رباون كتير. صحيح. فكوادي. تمام. طيب عندنا بقى الستيل، الكور المقطوعه من احسن الناس فكوادي، يعني قطع 6 كور في الثلاث ماتشات. ومعدل كورتين في الماتش بالظبط. بعديه ليه عمرو زهران، عمرو زهران برده قطع 5 الكور في الثلاث ماتشات، ده اعلى اسيست في السكاوتنج في للفرقه كله. تمام. طب يا كابتن عندك ملاحظات بقى، يعني احنا جبنا اهم الاحصاءات
الثلاثيات طبعا ايهاب امين، يعني بيتهيألي افضل الثلاثيات كان ايهاب امين برصيد 9 تلاتات بالظبط، كان نسينا نقول ده. يعني 9 تلاتات في 3 ماتشات في المعدل، والنهارده ايهاب امين نجح يحط برده تلاتات. بس يا كابتن مش ملاحظ ان ايهاب امين يمكن في التلاتات بونت السنه دي احسن؟ هو مركز السنه دي. يمكن كان عليه كومنتات السنه اللي فاتت في الدوري المصري بسبب تسرعه شويه. اعتقد ان هو الموضوع السنه دي حتى باين هو خبراته بتزيد في البطوله العربيه الدنيا هيدا، مع اني برضو في كومنت كده دايما انا عايزه بس يعقل شويه كده في اخر دقيقتين، يمكن في تيرن اوفر كان مهم جدا اللي عامله في اخر الجيم ده، وفي شوطه برضو نفس الكلام. الحاجات دي بتفرق قوي قوي ومحتاجينها مع ايهاب بخبراته اللي بتزيد كده. هو لعيب ما شاء الله، لعيب هداف ولعيب روحه عاليه قوي قوي، ولعيب بيلم الفرقه، ودي حاجات احنا محتاجينها تبقى موجوده. بس انت عايز في اخر دقيقتين يكون في تركيز، أكتر من كده، تقيل على كورتي كده، دي بتيجي مع الوقت، بتيجي مع الوقت. طيب انت مش قلقان من الحته دي؟ طيب خلينا يا كابتن برضو نقول ان ايهاب امين في الثلاثات بونت، يعني هو في ثلاث ماتشات حاطط 9 معدل 3، والنهارده كمان انا يمكن تقريبا في الكوارتر الاول او الثاني حط 3 رميات برضو، 3 رميات ثلاثيه. فالقصد اقول لك انه كمان اشتغل في التصويبات الثلاثيه على نفسه السنه دي، فالنهارده السنه دي احسن كمان. هو طبعا ايهاب امين اصلا مميز ان هو دشر، يعني اللعيب بيعرف يوصل للمربع وبيعرف يوصل للحلقه. السنه دي شايف ان هو برده مركز ان هو يبقى عنده نسبه في 3 بوينت، ودي واضحه جدا جدا في الثلاث ماتشات اللي فاتوا، وماتش النهارده برده ما شاء الله كان ربنا موفقه وكانت حاجه جميله جدا يعني، وماتش كان جميل بصراحه انا استمتعت بيه قوي قوي. انت كنت شويت يا كابتن وكان مسميك نبله، هم مسميك النبله. انت فاكر مين اللي كان مسميني النبله بقى؟ لا مش فاكر. ده ماريو بلازوني المدرب الايطالي. مدرب ايطالي مسميك نبله، منتخب مصر كان ومش عارف هو كان معجب فكان مسميني النبله. نبله يعني. عشان يعني دقه التصوير يعني بالظبط. طيب خلينا نروح للمباريات الثلاثه، يعني المباريات الثلاثه اللي لعبناهم، هل عندك ارقام مثلا تقدر تقولها لنا؟ يعني امسك مباراه كده، مين اللي كان مميز، مين اللاعب، مين ما لعبش، يعني قول لنا كده الدنيا ايه في ثلاث ماتشات. بص انا يعني انا مجمع كده حاجات بسيطه عن الثلاث ماتشات، ملخصها يعني بتجميع الثلاث ماتشات. انا شايف ان ايهاب امين كان مميز فيهم جدا، يليه عمرو الجندي تمام. السكورات انا مش مجمعها، لكن احنا لو عرفنا ملاحظات احنا جبنا ملاحظات فنية. أنا بص أنا مبسوط جدا جدا من الملاحظات الفنية، وجود عمرو زهران وجرؤته إنه موجود في الملعب. أولا لعيب جريء ما بيخافش، بيوصل للمربع، لعيب بيخش في كل كورة، هو عامل زي بابا علاء زهران كان كده يعني كان لعيب فايتر ولعيب بيخش في كل كورة وكان مميز بده. وعمرو ما شاء الله طالع شبهه شوية في الحتة بس دي، بس أحسن شوية. عمرو يعني عاقل شوية كمان، مدافع رزل على فكره زي بابا برضه بالظبط. علاء كان كده، علاء كان بيلعب ديفنس رخم جدا، وكان اللي بيمسكهم بيزهق منه يعني. صحيح. وعلى فكره انا خدت رقم 8 من وراه في منتخب مصر من علاء زهران. بالظبط. يعني هو كان لابس 8 وبعد كده هو بطل صغير عشان دخل السلك القضائي وبتاع، وبعد كده انا خدت منه رقم 8 في المنتخب. تمام. فهو كان لعيب مميز انا فاكر كابتن علاء. طيب يعني انت مين تاني ليه يا كابتن؟ عمر طارق. عمر طارق ما شاء الله برضه من الاعلى ريباوندات اللي جايبها في الثلاث ماتشات، هو فكوادي. دول الاثنين دول اعلى ريباوند موجوده في الفرقه. اتمنى بقى يخش معاهم بقى سيف، يعني سيف انا شايف ان هو محتاج يركز شويه في القصه دي. لعيب كويس ولعيب يقدر ياثر في نتيجه الفرقه في اي وقت، بس محتاج شويه بقى ايه حته التركيز في الريباوند. صحيح. يعمل شويه كده حاله تحت الحلقه، عايزه بقى يرعب الناس شويه، يبقى اقوى شويه، اقوى من كده شويه. بالظبط. خليني اقول لك كابتن، يعني مثلا ماتش اللي هو شعب حضرموت، يعني هشارك حضرتك برضو معايا في يا ريت يا جماعه تعرضوها لنا. يمكن كل اللعيبه لعبت وقت قليل، ما فيش حد عدى. هو الاثنين محترفين، هم اعلى تايم هتلاقيهم واخدينهم حاجه و20. تومسون خد 22 دقيقه 22 صح. دقيقه صح. وفكوادي هتلاقيه واخد 25 دقيقه او 23. الاحصائيات اهي. لا اللي يمكن اللي لعب اكتر تصدق مش فكوادي، تصدق مين اللي لعب تاني اكتر واحد بعد تومسون؟ كان احمد حمدي يعني ايش وبعديه عمر عزب، وتكلم في 21 20 21 20. بالظبط. دي واضح ان كان ساعتها الكوتش مستر اجوستي او المدير الفني كان مركز ان محدش ياخد اكتر من كده. في الماتشين التانيين يا كابتن هيثم هتلاقي فكوادي وتومسون هم واخدين اكبر تايم بيلعبوا بيه. يعني لو شفنا فكوادي في المباراه دي خد ايه؟ فكوادي رقم 17 خد 22 دقيقة. لا تومسون، مايكل تومسون واخد 14 دقيقة، أنا آسف، اللي خد 22 دقيقة ماتش الشعب فكوادي 22 دقيقة، تومسون اللي خد 14 دقيقة. هو الماتش بتاع الشعب ده كان ماتش مريح شوية، وواضح إن
المدير الفني هنا اشرف يعني حتى احمد حمدي كان جاي من اصابه فواضح ان هو بيجهزه في ماتشات زي دي واداله تايم كبير وكمان مدي لعمر عزب كان عمر عزب اول مباراه رسميه ليه مع النادي الاهلي بالزبط. فكان عايزه ايه يخش اداله 20 دقيقه تقريبا 21 دقيقه في المباراه عمر عزب طبعا من اللعيبه الكويسه عمر من اللعيبه المميزه ولعيب منتخب مصر وكان في البطوله العربيه الافريقيه اللي فاتت كان لعيب ما شاء الله ماشي كويس قوي معاهم وانا شايف ان هو ان شاء الله باذن الله هيفرق مع فرقتنا السنه دي لان احنا محتاجين يعني دم جديد بقى محتاجين سن صغير الموضوع ده بقى مهم جدا يعني. صحيح طب وخلي بالك ارقامه مش بعيد عن تومسون يمكن تومسون النهارده بارقامه عدى شويه عشان كان متوفق بس بعد الثلاث ماتشات الاولين عمر عزب كان هو تومسون في الثلاث ماتشات اللي فاتوا يا كابتن هيثم سكوره قليل بس الاسيست بتاعه عالي هو بيلعب الفرقه كتير صحيح. بس احنا بقى عايزين لا احنا عايزين محترف زي ماتش النهارده لا انا عايزين 3 4 3 بوينت عايزين 11 عايزين اسيست للمحترف بتاعنا ده اللي بيفرق هو البطوله العربيه دي اللي هيفرق فيها المحترفين بتوع الفرق صح. يعني احنا عندنا نجوم وعندنا لعيبه كويسه جدا جدا شفنا النهارده بيروت كده بالظبط من لعب الاثنين الاجانب حضرتك في الاستراحه بنتفرج على الماتش بتقول احنا لو وقفنا الاجانب الماتش خلاص هيبقى ايزي لان اللبنانيين يعني المستوى الفني بتاعهم قليل فعلا ولما ضغطنا يعني انت تقريبا كان المدرب سبعه كان المدرب الفني لما ضغطنا على الاثنين المحترفين الموضوع بقى سهل طب يمكن يا كابتن سر اختيار مستر اجوستي لتومسون هي دي نقطه انه بيعمل اسيست لفرقته بيلعب فرقته يعني ممكن دي تبقى من الحاجات اللي قيمها لان مستر اجوستي انت عارف زي ما بيقولوا بيقع واقف الاجانب فهل ده كان يعني بان ليه هو اختاره واضح ان تومسون يعني مش من اللعيبه الهدافه اللي هو كل ماتش بيحط 30 بونت ومن المحترفين اللي هو لا واضح ان هو لعيب اسيست ولعيب فدي ممكن يكون فعلا اختيار مدير فني ان انا محتاج حد يلعب النجوم اللي معايا ما هو خلي بالك ما هو الناس اللي معاه هدافه فهتبقى في مشكله ده هداف وده هداف وده هداف هتبقى في مشكله صحيح. نفسيه ان كل واحد عايز يوزع اللعب ما بينهم وازاي يوزع التايم ما بينهم بالظبط فده رؤيه لمدير فني ان انا محتاج الاعب الناس اللي معايا اللي بيعرفوا يجيبوا باسكت خلي بالك ماتش برده احنا لسه في موقفين على ماتش الشعب حضرموت الايهاب امين خد له 18 دقيقه بس وحاطط 17 بونت بالظبط يعني شفت مدي لهاب امين ايهاب امين كان بيفضل مرمي ل 40 دقيقه دي حقيقه النهارده بنشوف ايهاب امين بيلعب وبيطلع هداف كمان بالظبط يعني دي المعادله الصعبه دي ما هو ده المهم ان انا التايم بتاعي يبقى في الاكتيف بتاعي ان انا على قد التايم فعلا بدي المدرب مثلا الافريج بتاعي انا بدي كل ماتش مثلا 15 بونت انا نزلت شوط نزلت 3 اشواط انا هدي لك ال 15 بونت يعني طبعا مع دي الصعوبه وعلى فكره يا كابتن انا برده هحط حضرتك معانا مباراه الاتحاد السكندري والوكره انتهى الكوارتر الثالث بتقدم الوكره 51-49 شكل المباراه رايحه كده ايكوال فرقتين كويسين جدا وعلى فكره فرقه الوكره دي فرقه كويسه جدا وفيها محترفين كويسين قوي ومجنسين ناس وفرقه خدت البطوله العربيه قبل كده يعني فرقه طلعت على المنصه فعارفه معنى بدري عملوا ماتشات وديها بالظبط فرقه عارفه يعني ايه معنى بطوله عربيه وجايه جاهزه للكلام ده طيب كابتن خلينا برده في ماتش الشعب حضرموت يمكن الافشنسي برده عايزك تفهم الساده المشاهدين يعني ايه الافشنسي يعني وده رقم مهم جدا لكل الناس الفنيه انا عندي بس على الموبايل لا افيشنسي كافيشنسي يعني ايه يعني الفعاليه مثلا هل الفعاليه دي بتقيم يعني الناس عايزه تعرف بتقيم ايه بتقيم بالسكور اللي انت جايبه بكل الحاجات الحلوه اللي انت عملتها والحاجات الوحشه هي بتقيم بانت شوت كام 3 بوينت وجبت منها قد ايه شوت 3 نسبتك في التو بوينت في الريباوند في الاسيست كل الكلام ده بيتجمع بيطلع انت فعالياتك في الجيم كانت ايه وبيطرح منه التيرن اوفر اللي انت عملته مثلا طبعا يعني والفاولات اللي انت عملتها والفاولات بتطلع في الاخر نسبتك مثلا 70% يبقى انت كده النسبه عاليه جدا 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 ان انت كنت مشارك بتاعك في الثلاث ماتشات او الاربع ماتشات يبقى الافيشنسي بتاعك حاجه طيب. كويسه كلاعب يعني انا هقول لحضرتك في ماتش شعب حضرموت اعلى افيشنسي 23 فكوادي اعلى افيشنسي 23 فكوادي طيب هل يعني حضرتك شايف ان فكوادي فاجئك انا بصراحه فكوادي فاجئني في البطوله دي وفاجئني في ماتش النهارده اكتر لا ده من اول ماتش والله يعني انا هو في الماتشات الثانيه السكاوتنج بتاعه خلي بالك ضعيفه ضعيف لا يعني بس بس هو هنا في ماتش 23 افيشنسي هو اللي معليه ماتش النهارده لا ده ماتش شعب حضرموت بس انت بتتكلم على شعب حضرموت بس احنا هنمسك ماتش تمام في شعب حضرموت حاطط 11 بونت مش الهداف بس الافيشنسي بتاعته على افيشنسي 23 عشان الريباوند اللي جابه والستيل اللي عمله ما هي بتتحسب ازاي يا كابتن هيثم انا شوت 3 جبت 3 بيبقى 100% شوت 3 جبت 2 2 بوينت مثلا 75% 75% فانت لما تيجي تجمع ده تلاقي الافيشنسي بتاعك عالي هو الافيشنسي بتاعك كان احسن افيشنسي يعني خلينا كده هو بمعنى مبسط للجماهير انا المحاولات بتاعتي كلها تقريبا ناجحه
صحيح. غير مثلا انا بخش مثلا في 5 ريباوند لميت منهم واحد، في دخلت شوت 3 3 بوينت جبت منها واحد او ما جبتش خالص، صح، هي بتتحسب كده. فكده يبقى احنا خلينا فاكرين كده ماتش شعب حضرموت كان اعلى افشنسي كان فكوادي ب 23 واعلى سكورر كان ايهاب امين 17 بونت، بس الافشنسي بتاع ايهاب امين كان 19 يعني هتلاقيه عمل محاولات كتير وما جابش او ما جابش ريباوند زي فكوادي بالظبط يعني. فطبعا ايه الدنيا ممكن تبقى هدفها تجيب ريباوند فتلاقي الافشنسي عالي شويه، تجيب الاثنين تبقى عالي جدا. طيب خلينا نروح يا كابتن باخد راي حضرتك في بعض الارقام في الماتش اللي بعده اللي هو ماتش وداد بوفاريك، وده ماتش كان التاهل، كان ماتش مهم جدا واللي خلص بنتيجه 68-49 اللي كانت في الاول كانت فيه برضو يعني فيه نديه ما بين الفريقين. وعلى فكره فرق الجزائر فرق معروفه، فرق قويه وفرق كويسه، وداد بوفاريك ده ليه تاريخ يعني. صحيح. وكان ماتش مهم وكان رايح جاي الجيم لغايه لما احنا الحمد لله قدرنا نعدي بيه. صحيح. طيب خلينا نروح بقى نشوف مثلا ارقام، نشوف الارقام لا تكذب. اكتر واحد لعب في المباراه دي كان تومسون 25 دقيقه، برضو مش كتير يا كابتن. بس هتلاقيه اكتر من اي حد تاني يعني في الجيم ده. انا لما بصيت على الاحصائيات هتلاقي برضو تومسون وهتلاقي فكوادي حاجه 20 دقيقه، بقيه اللعيبه 17 12 11. تصدق كلامك صح، يعني عندك قلنا تومسون خد 25 دقيقه، 24 دقيقه فكوادي، عندك كمان بعديه ايهاب امين 22 دقيقه، والباقي كله يا كابتن 14 و13 بالظبط. يعني هو بص المدير الفني واضح ان هو التغييرات عنده مش سريعه، بس بيدي كل واحد حقه في الملعب، لكن في نفس الوقت هو ما بيديش تايم كبير لحد غير المحترفين. يعني ده على مدار الثلاث ماتشات اللي فاتوا هو اعلى وقت موجود في الملعب الاثنين المحترفين مع ايهاب امين، وعشان برضه الاصابات هو عايز يحافظ على اللعيبه، هو عايز يحافظ على اللعيبه. هو ده الصح، ان انا فعلا ما جيتش اللعيبه وياخدوا تايم كبير في الماتشات بحيث ان انا اجي بقى على الدور الاربعه اللعيبه دي وقع مني. هو صحيح. اللي بيعمله ده الصح. طب هقول لك على ارقام تانية وترجمها لي. كان ساعتها في ماتش وداد بوفاريك كان الهداف، كان الهداف رقم اسمه رقم 7 اللي هو، لا احنا معلش انا روحت على احصائيات الفرقه الثانيه. خلينا اقول لك الهداف كان عندنا برصيد 14 نقطه كان سيف سمير. سيف سمير انا فعلا شفت الاحصائيات، سيف سمير كان في الجيم ده كان كويس جدا، وهو اعلى سكور في الجيم ده، وهتلاقيه جايب ريباوند كتير، وهتلاقيه حاطط 2 بوينت. انا عايز اقول لك كمان ان هو اعلى افيشنس فاول شوتينج واعلى افيشنس يعني اعلى كفاءه، اعلى كفاءه وفعاليه. بس يا كابتن يعني سيف لسه عنده كتير. سيف لعيب هايل هايل. يعني انا عايز اقول لك ان في سيف في ماتشات بيبقى نازل مركز فيها تلاقيه حاطط له حاجه 20 بوينت. نعم. وفي ماتشات تانية انا ما اعرفش بقى يعني ده عدم تركيز ولا عدم اهتمام بالمباراه، بيحط سكور بس بيبقى مش زي الماتش الاولاني. لا انا محتاج من سيف يعني، والكلام ده انا لما كنت في الجهاز كنت بتكلم فيه معاه، محتاجين يبقى في تركيز شويه، محتاجين في ثبات مستوى بالذات في الماتش اللي يالي. الماتش اللي انت عامله كويس يعني، انت عامل ماتش النهارده كويس، الماتش اللي جاي ده مهم. وهو اللعيب الكويس بيتقيم بايه؟ ثبات المستوى. انا حتى لو انا معدل التهديف بتاعي مش عالي انما ثابت، ده لعيب كويس اي مدير فني يقدر يبني على حساباته بالظبط، وما بقاش قلقان ان انا انزله في اي وقت. لكن هو لعيب عايز يشتغل على نفسه شويه يعني، لانه لعيب مميز في فرقه النادي الاهلي، لعيب طويل ما شاء الله، ولعيب ديفندر، ولعيب بيجيب ريباوند كويس، ولعيب بيعرف يوصل للمربع، بيلعب في مركزين 4 و5 بالظبط. طيب خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا واحصائياتنا عن فريق كره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شريف مكملين احصائياتنا ومكملين مع مباراه وداد بوفاريك اللي لعبناها في المجموعه. بس قبل ما اروح للاحصائيات اللعيبه، مستر اجوست بوش بيعمل حاجه حلوه قوي تبقى صعبه، عايزه دماغ كمبيوتر يعني، انه يقسم الوقت على اللعيبه. 12 لاعب بيدي لكل لاعب تقريبا وقت زي التاني، بس بيعدي بالمباراه بالمكسب، ودي حاجه صعبه. هي معادله صعبه قوي خلي بالك، وبعدين خصوصا لما بتيجي تعمل الكلام ده في وسط بطوله مهمه وقويه وبتلعب فرق فيها محترفين يقدروا يغيروا الجيم في اي وقت. كون ان هو فعلا بيقسم الوقت على كل اللعيبه دي حاجه كويسه قوي، لان هو لازم يعمل الكلام ده
عشان ما تجيش في الدور الربع النهائي اللعيبه واقعه منك، يروح منه لعيب او اثنين. بالظبط كده، والحمد لله هو بيعمل الكلام ده كويس. وايه ده كمان اللي بيزيد بقى على الكلام ده، انت دايما في واحد من الناشئين موجود في وسط الخمسه، يعني علاء عمرو علاء زهران او عبد الله ناصر. لا والجميل كمان ساعات بيبقى في وقت ما فيش اجانب في الملعب، ودي حقيقة. النهارده برضو طلع تومسون في اوقات، هو واضح ان هو يعني بروفيشنال شويه، طلعه في وقت بيريحه على اساس ينزل بيه. حتى انت جيت سالتني فين تومسون فين مش عارف ايه، هو برضو سمعك وراح منزله في الكريتيكال تايم، فعلا نزل عمل اسيست وجاب 2 3 بوينت، فرق قوي في الوقت ده مركز. ويمكن هدوءه ده يا كابتن مخليه يعني تركيزه ناتج عن هدوءه، بالرغم ان انت قلت لي حاجه غريبه، قلت لي انه في التمرين مش كده. على فكره هو يعني هم طبعا اللعيبه الصحاب يعني بنيجي نتكلم، فهو لما بيتكلموا هم ما بيبقوش عارفين رد فعله، ممكن يبقى يعني ممكن تبقى حاجه مش مستاهله وتلاقيه راح واخد الكره يعني متضايق ويتعصب. يعني هو واضح ان هو مركز في كل حاجه، عايز اللعيبه كويسه قوي. يعني مثلا لما بيجي يشوطه في التمرين، لا هو عايز كل واحد يشوط بجد، يعني تبقى مركز ان انت تشوط، يعني مش واخد الكوره طالع مجرد ان انا بشوط، لا هو موضوع جديه ما فيهوش. فهو رد الفعل بتاعه مش مفهوم يعني. ولكن على العكس بقى تماما، تيجي في الجيم الراجل هادي جدا جدا، بيقرا الملعب، وده مطلوب على فكره. مهما مين غلط ما بيتعصبش. لا 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 يعني انا النهارده انا حاجه بسطاني قوي، عمرو زهران النهارده كذا بنتريشن وبيجلي، الطبيعي ان انت هتعمل ايه، ولد صغير وفي ماتش مهم والجيم قريب قوي من بعض، سابه في الملعب. وعلى فكره والغريبه انه سحبه ورجعه تاني مش بعد دي، يعني سابه شويه في الملعب. بالظبط، يعني نزل عمر عزم، وعمر عزم ما شاء الله برده نزل في الوقت ده عمل 2 اسيست كويس قوي، خد اوفيز في بان كويس. بالظبط. وراح رادد عمرو تاني، هو عمرو مميز، عنده ديفنس كويس، والولد بيخش في كل كوره، فدي حاجه كويسه. طب خلينا نكمل الجداد بفريق عشان نخلص كل الاحصائيات اللي معانا. يمكن يا كابتن الوقت اللي مع جداد بفريق اكتر لاعب خد وقت كان تومسون، يمكن هو تعمد انه ياخد بتومسون الوقت تدريجي. شفناه الاول بيشارك 19 20 25، ليه؟ لانه الولد كان عنده اصابه، ويمكن دي اول بطوله لعبها بعد اصابته. هو جه الاول كان في الاوف سيزون وبعد كده اتمرن شويه واتصاب، فشايف دي مقصوده انه يخش بتومسون يعني بالوقت ده؟ بص انا اعتقد طبعا هي مقصوده، وهتبقى على فكره مقصوده لكل اللعيبه مش لتومسون بس. يعني احنا الحمد لله القرعه ساعدتنا ان احنا المجموعه بتاعتنا يعني هنقول مستوى متوسط، وخدنا المباريات دي تدريجي تدريجي، بحيث ان انا ااهل كل اللعيبه دي على عشان النهارده شفنا المنظر اللي شفناه النهارده. بالظبط، اللعيبه واقفه على رجليها، فاعتقد يعني ان هو عامل ده قاصد، ان هو بيعمل ده كله مع اللعيبه. هتلاقي كل اللعيبه، انا لما بصيت على السكاوتنج بتاعها فعلا اللي لعب 7 دقائق الماتش اللي بعديه 8، لغايه لما مثلا عمرو الجندي وصل كان بيلعب 7 دقائق، وبعد كده لوصل 14، وفي ماتش وصل 18 دقيقه، هو واصل تدريجي. عمرو الجندي طبعا يعني احنا محتاجين منه اكتر من كده، هو لسه لغايه دلوقتي ما ظهرش بالمستوى اللي احنا نعرفه عن عمرو الجندي. تمام. طب بص يا كابتن، في ماتش وداد بوفريك عشان دي هتبقى اخر حاجه، يمكن اكتر لاعب لعب تومسون، بعديه لعب فاكوادي، وبعد كده لعب ايهاب امين، دول اكتر ثلاثه لعبوا، والباقي كله 14 15 15ات. يمكن قلنا زي ما قلت اعلى افشنسي كان قلناها قبل الفاصل، كان معانا سيف سمير، ودي كانت حاجه كويسه، مش الاجانب يلي على طول 13 افشنسي اللي هو ايهاب امين. خلاص هنروح بعد كده يا كابتن على ماتش الفتح السعودي. الفتح السعودي وماتش الفتح السعودي ده كان مباراه مهمه، لان كان معاهم محترف كويس قوي. يعني كان معاهم محترف هايل. انا شفت فعلا الماتش، محترف كان مؤثر قوي على نتيجه المباراه، وكان مؤثر مع فرقته قوي، لعيب مؤثر. وللاسف احنا يعني برضو كانت فينس تعرف حط كام بونت يا كابتن؟ ما عرفناش نمسكه كويس، اللي هو هاريس. عارف حط كام بونت؟ 28 بونت. ما انا بقول لك احنا يعني هو لعيب عالي وما عرفناش نمسكه كويس في الجيم ده. ولامونت اللاعب الثاني حط 25 بونت، يعني الاثنين اجانب في ماتش الفتح نص السكور، 52 نقطه او 53 نقطه من 77 بونت. بالظبط، هو ده الكلام حضرتك بتقوله، يعني ده بياكد كلامك ان الاجانب هم هيأثروا يعني بنسبه هنقول 75% من نتيجه اي مباراه الاجانب. الاجانب يعني حتى في ماتش الاتحاد واللي احنا لسه بنتكلم فيه، الاتحاد والوكره، الاجانب هم اللي هيفرقوا، وهتلاقي فارقين جدا جدا مع فرقه الوكره قطر. طيب خلينا نتكلم يا كابتن عن احصائياتنا واحصائيات الفرقه في مباراه الفتح. هنقول مثلا اعلى بوينتس كان او سكور كان حاطط 13 بونت ايهاب امين. كان ايهاب امين. بالظبط كده، ايهاب امين ماتشين من ثلاثه كان هو السكور. بالظبط، يعني هو واضح ان ايهاب امين المستوى بتاعه ثابت، هو كل جيم حاطط له 13 بونت 15 بونت، ممكن جيم زي النهارده يزيد شويه. اعتقد النهارده حط 18 بونت يا كابتن، هنجيب التفاصيل معانا يعني كل حاجه. اعتقد حاطط سكور النهارده كبير. خلي بالك يا كابتن، حاطط 13 بونت ولعب 17 دقيقه بس. يعني هو المستوى بتاعه ثابت ما شاء الله. يعني حتى في الماتش ده لو هنيجي نتكلم اللي بعديه مين، هنلاقي تومسون
صح. تومسون حاطط 11 بوينت في في الجيم ده. يعني طبعا يعني احنا الحمد لله ان احنا اللعيبه المصريين عندنا لعيبه هدافه ومشرفه. يعني سيف سمير في حين الفرقه الثانيه زي حضرتك قلت الاجانب, الاعتماد على الاجانب. الاجانب يعني احنا ماتش النهارده لو حضرتك شفت زي ما انت قلت كده في الاستراحه ان اللبنانيين فعلا المستوى الفني قليل, احنا لو قفلنا على الاجانب كويس الماتش هيبقى ايزي, وده اللي حصل لما قفلنا الماتش. الاهلي ما عندوش المشكله دي, الاهلي اللعيبه المصريين هدافين كمان. بالظبط, ويمكن عشان كده برضو الكلام جابنا ان المدير الفني كان اختياره ان ممكن ما اجيبش لعيب هداف, لعيب كل جيم يحط لي 25 بونت زي اللعيبه بتاع الفتح السعودي او 30 بونت. لا انا ممكن اجيب لعيب عنده سريع, وخلي بالك هو واضح ان هو هداف. يعني النهارده شاط حوالي 5 3 بوينت, جاب منهم 4 او 3, يعني واضح ان نسبته عاليه, لكن هو بيميل ان هو يلاعب الفرقه اللي معاه. تمام. طب يكون جوه السيستم. طب يا كابتن احنا دلوقتي خلاص رحنا على اعلى سكور هبقى مين, وبعد كده تومسون مين اكتر واحد لعب عند حضرتك معلومه؟ احنا لو هنيجي بقى للتايم عندنا عمرو الجندي, عمرو الجندي 24 دقيقه. عمرو الجندي برافو صح, تقريبا 24 دقيقه ونص. عمرو الجندي بالظبط في الماتش ده اداله اكتر عشان يجيب نفسه, اداله وقت, واحنا محتاجين فعلا ماتشات لعمرو الجندي ياخد وقت اكتر عشان يرجع, لان احنا هو عنده اكتر من كده بكتير. عمرو ما شاء يعني الله من اللعيبه المؤثره في المنتخب كمان, وبتغير نتائج مباريات, وكنا شايفين ده في الدوري المصري. يعني مين تاني بقى خد في المباراه دي؟ اللي خد تاني اللي بعديه تومسون برضه, هو مديله التايم بتاعه بتاع كل جيم 20 دقيقه 21 صحيح. دقيقه اللي بعديه فكوادي برضه واخد 20 دقيقه. تمام. هتيجي بقى اللي يليه سيف سمير واخد 19 دقيقه. هو محافظ على لعيبه معينه بياخدوا تايم معين, بس ما حدش بيلعب 30 40 دقيقه. يعني صحيح. احنا واخدين ان المحترف ده بينزل الملعب لغايه لما بص يعني بيجيب بيجيب زيت ما بيقدرش يكمل. على الاولى بالباسكت بيجيب زيت خلاص, مش 30 دقيقه 40 دقيقه وهتكمل ومش غريبه هنا بيديله 20 دقيقه بس, هو 20 دقيقه وبيحافظ عليهم زي ما حضرتك قلت. برافو عليك يا كابتن, ملاحظه مهمه جدا. وخلي بالك اعلى افشنسي بالرغم انه لعب 20 دقيقه بس كان تومسون 14. دي حقيقه, دي حقيقه. يعني دي هو عنده ثبات مستوى في الاسيست, في في الثري بوينت, في التو بوينت, فهو واضح انه اللعيب ما شاء الله. مع الوقت انا اعتقد ان كمان في الادوار النهائيه تومسون ده هيفرق معنا جدا جدا. يعني طب هنقول مثلا من بعض الملاحظات المهمه انه عمر طارق في الماتش ده خد 12 دقيقه بس. يعني اداله 12 دقيقه مش كتير في الوقت اللي كنا بنشوف عمر طارق زمان بيلعب بال 30 دقيقه. انا عايز اقول لحضرتك ان في الثلاث ماتشات اللي فاتوا عمر طارق مش واخد تايم كبير. يعني برضو يمكن عشان اول ماتش كان مصاب ما لعبوش. بالظبط. وده الرينج بتاعه اللي بياخده 12 دقيقه 13 دقيقه. هو لغايه دلوقتي عمر طارق برضو ما وصلش ان هو ياخد 20 دقيقه او حاجه 20 دقيقه. يعني خلاصه الاحصائيات بتاعه الفتح انه طبعا ما زال على نفس السياسه كابتن او مستر اجوستي بوتش, توزيع الوقت على اللعيبه كلها واعطاء الثقه للشباب والاعتماد في الاوقات المهمه على اللعيبه الخبره. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين, هنرجع مجهزين احصائيه كامله لكل اللاعبين في ثلاث مباريات, لعبوا قد ايه, حطوا قد ايه, هنقولها لكم سريعا, وهنروح لاحصاءات مباراه النهارده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد, مكملين احصاءاتنا وارقامنا عن فريق كره السله في مشواره في البطوله العربيه. كابتن يمكن جهزنا احصائيه لكل اللاعبين في الثلاث مباريات. تمام. احنا هناخد المباراه النهارده لوحدها, بس الثلاث مباريات هناخد ابرز الاحصاءات. فلو اتكلمنا يا كابتن يمكن هسال حضرتك وقول لي مين اكتر لاعب لعب في الثلاث مباريات. احنا هنتكلم على اكتر لاعب لعب قدامنا في الاحصائيات دي الثلاث ماتشات. هو تومسون صح؟ تومسون. ايهاب امين. فكوادي. ايهاب امين يا كابتن. امين 65 صح, الله ينور عليك. 65 ايهاب امين ده اعلى واحد او اعلى لعب في ثلاث مباريات. لو خدنا متوسط هتلاقي حوالي 21 هو لعب 65 دقيقة و40 ثانية بالظبط. ممتاز. مين اللي وراك؟ يجي بعديه فكوادي ده 63 دقيقة. تمام تمام. يليهم على طول تومسون, هو واضح ان اعتماد المدير الفني على الثلاث لعيبه دول, بس الفروق مش كبيره. يعني هتلاقي يعني في الستينات بعدين في ناس في تومسون واخد 60 دقيقه. يعني اللي باقي خلي بالك الوقت متوزع. يعني لو هنيجي نبص ان عمرو زهران واخد 46 دقيقه في ثلاث ماتشات. سيف سمير واخد 53 دقيقه. مش بعيده. عزب 57 دقيقه, مش بعيده. بس يعني اكتر لعيبه اللي حضرتك, لكن اكتر دول اكتر ثلاث لعيبه شاركوا في المباريات. طب الهدافين يا كابتن؟ احنا هنقول اعلى سكور هم ثلاث لعيبه, يعني ناخدهم كده بالترتيب. اول واحد ايهاب امين, وده حاطط 40 بوينت في الثلاث مباريات. يليه تومسون حاطط 28 بوينت. وطبعا بقى المفاجاه بالنسبه لي وانا ببص على السكاوتنج كده كان احمد حمدي.
كام؟ احمد حمدي ما شاء الله حاطط 28 بوينت زيه زي تومسون الاجنبي. لا وخلي بالك يعني احمد حمدي حاطط 28 بوينت. احنا لما هنيجي نبص كمان على التايم بتاعه في الثلاث ماتشات التايم بتاعه مش كبير، لكن لعب 52 دقيقه يعني بالنسبه للعيبه الثانيه يعني الثانيين ستينات و65 وكمان يعني احمد حمدي زي تومسون ثاني هداف ثالث او متساوي والاثنين متساويين متساوي مع تومسون اه 28 بوينت طبعا يعني انا كنت متخيل ان انا هلاقي عمرو الجندي يخش في الهدافين. طب ده تفسره بايه يا كابتن؟ اعتقد ان المدير الفني بيجهز احمد حمدي نجح يوظفه ان اولا احمد حمدي اعتقد ان هو ما ظهرش في الدوري الموسم اللي فات. طب خلينا بسرعه عشان فاضل لنا وقت بسيط يعني يمكن ده خلاص اتكلمنا كده على اللي هو طبعا. طيب نخش على الثلاث على الفيلد جول او اللي هو اعلى سكور. لا مش اعلى سكور، اعلى نسبه يعني انت حطيت شوط على الباسكت كام شوطه وجبت قد ايه اللي هو يعني الفيلد جول. احنا الفيلد جول ده يعني ده مين اعلى واحد في الفيلد جول؟ هو اعلى واحد هم متقسمين برضو لثلاثه. اعلى واحد عمر طارق بنسبه 71%. ده طبيعي يعني بالظبط يعني عمر طارق هتلاقيه ما بيشوطش 3 بوينت، ما بيشوطش حتى ميديم شوت ال 2 بوينت، لكن هو معظم الكور اللي بتجيله سواء فاول شوتنج او تحت الباسكت هتلاقي دايما النسبه بتاعته عاليه في التمام. مين بعديه؟ اللي بعديه هتلاقي تومسون. يعني هو واضح ان تومسون مشترك في كل الاحصائيات الكويسه تومسون 69% سيف سمير يليه 68%. دي حاجه كويسه جدا يعني برضو يعني سيف سمير طبعا الاحصائيات هنا مديله في 3 بونت 100% لانه هو شاط واحده جابها ف 100% يعني هنيجي نتكلم مثلا على 3 بونت يعني 3 بونت اللي احنا اعلى نسبه فعلا هو تومسون. طب كابتن على فكره الاتحاد في قبل النهائي من ملاقات الاهلي بنتيجه 76-67 الف مبروك لنادي الاتحاد السكندري. اذا قبل نهائي مصري الاهلي والاتحاد يوم الجمعه القادم وتابعوا المواعيد لان ممكن تتغير عشان مباراه مصر ان شاء الله. طب خلينا نكمل اخبارنا يا كابتن. تمام دلوقتي او احصائياتنا. طب نخش خلصنا فيلد جول. طب الثلاثه بونت مين اعلى نسبه كابتن؟ تومسون برضه هو ايه مشترك في كل حاجه يعني تومسون انا عايز اقول لك ان هو شايط 12 جايب 7. نسبة جامدة جدا. نسبة كويسة جدا جدا يعني هنقول 58%. يعني تومسون نسبته في 3 بوينت اجيب انا قدام الاحصاءات اهي 58%. دي برضه نسبة عالية جدا. نسبة عالية. في الام بي ما بيعملوهاش بالظبط يعني طبعا هو سيف سمير هنا واخد 100% بس لما نيجي نبص هو شاط قد ايه هو شاط واحدة جاب واحدة. طب كابتن خلينا يعني ده الاحصاءات اللي كانت قبل المباراة، خلينا نروح لمباراة النهاردة اللي هو بقى طبعا اغلب الساده المشاهدين عايزين يشوفوا ايه اللي حصل، نشوف مين هداف النهارده طبعا عشان تبقى ختامها مسك باذن الله مع بيروت البيروت. هنشوف النهارده في دقيقتين سريعا كده يا كابتن، يعني هقول لحضرتك مثلا وحضرتك الهداف النهارده في المباراه كان رصيد 17 نقطه في النادي الاهلي كان تومسون زي ما توقعت يا كابتن. يعني جايب 17 بوينت 17 نقطه وراه فكوادي 14 نقطه. يعني برضو احنا متفقين على نفس الكلام اللي قلناه ان المحترفين كانوا مؤثرين جدا بس مش زي التانيين مش زي الفرقه التانيه بس معنا. اعلى سكور موجود عندك في الفرقه صحيح. طب عمر طارق يا كابتن بقى المفاجاه ما حسيتش بيهم، حط 14 بونت النهارده عمر طارق ما حسيتش بيهم. هو عمر طارق هادي عامه بره الملعب وجوه الملعب فما حسيتش بيهم يعني ما حسيتش بيهم ال 14 بونت. وراهم بقى رابع واحد كان ايهاب امين 13 بوينت تمام 13 بوينت. دول الاربعه بص يا كابتن دول الاربعه اللي تحملوا عبء المباراه تقريبا فكوادي وتومسون وهاب امين وعمر طارق. وعمر طارق حلو. هنخش بقى على عمرو علاء زهران اللي انت بتشيد بيه 8 بونت حلو كويس جدا يعني لا يعني هو على فكره هو مش 8 بونت بس انا ما بحسبش السكور اللي جابه لا انا شايفه دخل في كام ريباوند النهارده عمل له مثلا بتاع 4 5 ريباوند في ستيل في الفاست بريك في اسيست صحيح يعني ما شاء الله يعني اعلى افشنسي النهارده كابتن فكوادي اكتر لاعب مؤثر في المباراه النهارده كان فكوادي. لا هو كان واضح من فعلا على فكره فرق قوي نزوله في الريباوند اللي في الاخر. طب هقول لك في اتنين لعيبه النهارده ما لعبوش في محمد ابو النصر وفي عبد الله ناصر. انا مش عارف محمد ابو النصر هو بيريحه ولا في اصابه لا قدر الله. محمد ابو النصر من اللعيبه المحترمه اللي عندها روح وعندها عزيمه النهارده بيريحه ويقدر يمسك اي محترف يعني. صحيح حتى انت في المباراه قلت لي ممكن ينزل. طب عبد الله ناصر برده ما شاركش النهارده يعني هو لعب النهارده ب 10 لاعبين من اصل 12 بالظبط. طيب دي كانت ابرز الاحصاءات كابتن شريف الوقت عدى طبعا منورتيني وشرفتيني بشكرك شكرا جزيلا كابتن شريف. حبيبي انا اللي بشكرك ومبسوط جدا جدا ان انا كنت معاك وحلقه جميله وان شاء الله كده تعجب الناس والجماهير.
كابتن شريف حضرتك اضفت الحلقه كتير فنيا، قامه كبيره في كره السله، بشكرك نورتينا وشرفتنا. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده مع كابتن شريف علي، اتكلمنا عن تاريخه واتكلمنا عن الفنيات من رؤيه يعني احد اعضاء الجهاز سابقا، شاف فرقه بشكل تاني، شاف الدنيا، شاف التغييرات. كان النهارده عرضنا لحضراتكم كل الارقام، وعندنا لو عندنا ساعه ونص كمان نقدر نكلمكم على الارقام ونحلل معاكم ارقام الفريق. بشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا في حلقه قادمه من الابطال.